غادر مساء اليوم رئيس جمهورية غينيا كوناكري ألفا كوندي، وكان في مقدمة توديعه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. تقرير زينب سليمان. حرصا منه على مواصلة أواسر الأخوة والصداقة واهتمامه بالشباب الأفريقي والذي يتوج القارة الأفريقية استمرار بسواعدها الفتية والشابة، شارك صباح هذا اليوم الرئيس الدوري للاتحاد الأفريقي رئيس جمهورية غينيا كوناكري البروفيسور ألفا كوندي في افتتاح أعمال فعاليات ملتقى الشباب الأفريقي الذي احتضنته العاصمة التشادية إنجميرا صباح اليوم، والتي توجت برئيس أفريقي يكن كل المودة لأفريقيا ولشبابها. وبعد أن شارك في أعمال الملتقى، غادر الرئيس ألفا كوندي البلاد متوجها إلى بلاده ليستعد لمؤتمر الاتحاد الأفريقي والذي من المفترض بأن ينعقد في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا نهاية هذا الأسبوع. وفيه يطرح الرئيس كوندي قرارات وتوصيات الشباب الأفريقي الذي اتخذ من العاصمة التشادية إنجمينا نقطة له لبداية فكر جديد لشباب أفريقي طموح. وفي مطار حسن جاموس الدولي كان في مقدمة مودعيه نزيره فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وعدد من أعضاء الحكومة والبرلمانيين والمستشارين برئاستي الجمهورية والوزراء، هذا جانب نائب رئيس جمهورية غينيا الاستوائية والذي انضم إلى الموكب الرئاسي في المغادرة. وقبيل مغادرته لأرض المطار أعرب الرئيس ألفا كوندي عن ارتياحه افتتاح القمة وأكد دعمه للشباب الأفريقي والذي وصفه بالطموح، وقال أن من واجبنا الوقوف ودعم شبابنا بهدف الوصول إلى غايتهم، لأن القارة الأفريقية ما زالت شابة وأن 70% من سكانهم ما دون سن 40، وهذا يجعل منها مؤشر خير لركب التنمية، كما يجب علينا العمل من أجل راحتهم وتوفير العمل لهم حتى نستطيع أن نحارب ونكافح الحجرة غير الشرعية عبر الصحراء الليبية والموت في البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا.